خويا خبر صعيب حيت ما كنتش موقعه بالخصوص هذه اللحظه اللي الحاله تحسنات وكانت غادا تخرج كالحمد لله على اي حال ربي بغاها مشات عنده مشات لاحسن بلاصه الله يرحمها والله يوسع على ضائقه القبور ان شاء الله والله ياخذ الحق في اللي كان السبب في هذا الشيء. كانت هي مرضه خايبه اللي في الاول مي الحمد لله حالتها بدات كتحسن حيت راه السم ما ساهلش راه شي حاجه كتدخل لك لذاتك راه ما ساهلاش الحمد لله الله يجعلها مغفرة الذنوب شهرين ما سالاش وهي في السبيطار الله يجعلها مغفرة الذنوب. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في.